الشعب يريد أن تكون دولة حقيقية، دولة نظام وقانون، دولة مساواة، دولة حق. تحسين مستوى معيشي، تحسين مستوى صحي، الشعب يريد مثل ما أراد وحصل عليه الشعوب الأخرى. نبغى تعليم، جامعة واقفة، نبغى نظافة في الشوارع، نبغى البلاد تتطور، يعني لما نصير زي الناس الثانيين. ليه اليمن خربانة دائما؟ الحرية، الأمان، العيشة بسلام. والله الشعب يريد لقمة عيش كريمة. الشعب يريد من يحكمه حكم عادل. الشعب اليمني يريد أن يعيش مثل بقية الشعوب العربية والإسلامية. فرص العمل تكون متوفرة وكل منطقة هي أولى بأعمالها. يعني التحري من العناصر الإرهابية، تنمية، الاقتصاد. دائما نصير زي دول أوروبا، زي دول الخليج. يعني الشعب ما يريد سلامة نفسه. الشعب يريد ستستمر هذه الكلمة للأبد.